يا شباب اخباركم اهوالكم. فيديو اليوم يمكن من احسن او في نوع من افضل الفيديوهات في سلسله تحدي النظرات، او تقريبا جبتكم كافضل لاعبين عرب هالمره، بالنسبه لي افضل لاعب عربي. ولكن بشكل كبير انا حواجهه انا 1v1 بتحدي النظرات. تحدي النظرات كلكم بتعرفوا كيف الطريقه، حنواجه ندره ورا ندره، وكل ما خسرت او كل ما فزت حتقدم ندره بعدها. فهيك حيكون الوضع الاسرع. لايك اشتركوا بالقناه وخليكم على الفيديو. لو بتشتري سكن بايبر حقك عادي لونر بايبر، اي احس قوي السكن اشتريك احسن سكن بايبر. اخي سكين بايبر سكين البار ليك وات ذا فريش كيف والله اخي سكين مستحيل مستحيل قاعد تقول ذا الكلام اخي سكين بايبر سكين البار ليك لا ترى انا بالنسبه لي بالباور ليك يعني بكل سكنات الباور ليك ثاني احسن سكين هو تبع بايبر يو بايبر بس اخي سكين لبايبر هذا وات ذا فاك ترى في اسوأ لازم مين مثلا مثل البايبر هاي تبعت هالوين ابو كلب والله احلى وتبع تشوكو بايبر ابو كلب بعد والله تشوكو بايبر احلى بمليون مره والله انك هباد والله انك هباد واحد ما لعب اللعبه ست ايام هل راح يفوزك ترى الشالي مو بالايام الشالي انك انت كنت البلاي تايم حقك كمان اكثر مني يعني ايش ايش تبي توصل عندك 35000 فوز كيف خليتني اكثر منك انت ما تفوز مشكلتك الحين تقنعني انه كل ايامك فوزات ولا وش اصبر كم ما دونت لوز اسال السار السار لما فوزك انت ايش لما يبش معي 35 زمان 35000 فوز عندك و2000 جيم سولو يا مريض لاني اي دونت لوز هال 2000 هم التوتال حقي نبداها من شري ما انه شري بروكن هلا فانا اوريدي قاعد العب فيها كثير كويس في باور ليج فايزي جيم اول لي تعرف القوانين صح؟ لا لا بس ايش السكن اللي خياس؟ تاكيد حاط باندت صح؟ لا ما عندي باندت لا انا حاط الداش باندت الستار باور اه الستار باور اوه انت تغيرها شت نفس الشيء انت حاططها اذا ما حاطها كويس لا انا مو جاي شو قصدك انه ستار جاي؟ يس والله ما جاي غير اصبر ماشي احين شاد حبيبي هذا ما لعب طيب مو لعب عيب اللي يقعد ورا هذول 70 ساعة يخسر مالي شغل قانون جديد هو ما عندي اخيرا اوف يو ار سو باد ات ذيس جيم يو ار سو فاكين باد كيف السوبر مصابتك كيف السوبر مصابتك دود دود كيف السوبر مصابتك طيب وش بتختار؟ ليلتكم مريض ليلتكم مريض خذ بول 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 لو اي تكفى لا تكفى لا تاخذ لبالي تكفى لا تاخذ لبالي يا رب يا اخي والله انت بتقعد ورا حيط لا لو اي لا لو اي لو اي لو اي بلا مرة تقعد ورا حيط يا رب لا يا رمونيتا يا رمونيتا يا رمونيتا او بل لا وات ذا اسوء ترى لو بشيت بتفوز كيف ابش؟ اطير مثلا؟ طير يا الله مريض مريض ولا ضربة صادتني اصلا صبتك ترى عبيت نص السوبر ما بالبنك مشكلتك عاد يا الله المرض يا الله المرض يا الله المرض اللي فيك يا الله المرض اللي فيك بلالك انت راضي عن نفسك انت بهالوين يس وتقول على ستار جاي يس يعني انا الفيديو اقدر اعمل سكيب لشيري خليني اعمل سكيب لشيري اكرام الضيف كيفك لا سري انا الضيف اصبر وش في عندك شخصيات الحين؟ ثرورة الجديد لؤي اذا تاخذ داينامايك لؤي اذا تاخذ داينامايك والله بسبك لؤي والله اذا بسبك اذا تاخذ داينامايك لا لا مو داينامايك روح قص انت تحب قص وش احب؟ تينجو مايك اسمه تينجو مايك مو داينامايك حبيبي داينامايك بالاخر سكين ارحم شكلي يا الله ما اعرف اعمل دوج القاصفين يا الله لو ما عندي ديلي كنشلت شكلك اوكي يو ديد نوت لاي انت تدري انه هذا مرض صح ولازم لها علاج شوف لو قربت تموت نصيحه قرب اعطيك السنه على راسك ابي اطلع حالي ايش سوى طيب طيب مستوى ايش الفيديو ايش المستوى طيب قاعد تلعب قاصفين طيب انا ايش ذنبي ذنبك انك خسرت ال1 في 1 بشري طب خسرتها ما اقدر ابدا في فرصه ثاني بعمل سكيب بشري خليني اعمل سكيب لا والله لا 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 مساعدي طيب عطني مساعدي لا لؤي طب خذ فرانك اوكي يلا هذا مو فرانك لؤي لؤي وطف انت راضي عن نفسك انت راضي عن هذا الفيديو تخيل الناس حتشك بميورك بعد هذا الفيديو ما اعرف اعمل له دوج انا فاشل يا الله ترى شري تفوز والله شري تفوز ما اعرف اعمل له دوج ما اعرف انا فاشل شلون ما تعرف تسوي الجروم دوج رياضياتي صفر ما اعرف اعمل اشارة الزايد مربع
دائرة مربع شكو زائد زائد مربع عد دوي يا الله لك لورك يا فتاة صفين ما نغرب ما مسلح شيلي 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 النخلة من اسمك ما تستاهلها النخلة للاعبين شريفين حبيبي انت اللي شيلها حقك هذه شيل شيلها للاعبين الشريفين شيلها بس ايش دخل انا اللي مخترعها انت مخترعها بس انت ما تستاهلها يعني اخترعتها اوكي شكرا لك بس ما تستاهلها شكرا 6400 هيل شكرا عفوا عندي سبرا لؤي لؤي ما تحب ماكس روح ماكس روح اي شيء اوكي 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 سمعت انك تكره بايرون صح؟ لا بحب بايرون سمعتك تقول عليه خايس اي هو خايس اصلا اخذ بايرون شفت صورة فيديو بس ما شفته صراحة اوكي وبعدين انت اللي بعدين قاعد تهرب قاعد الحين تثبت نظرية انه بايرون قوي يعني مثلا ولا كيف؟ يا الله يا بزوبر لا والله بايرون قوي ترى يعني لو بتحطه بتير بايرون بيكون بي تير بسهولة وين بي تير تحطه زك تير لو اي خليني اعمل سكيب لشيلي ترى والله لو اي شوف اذا تشرح لك فيديو تمام انه انا قاعد اخسر ضدك كذا هيك نتيجة يعني هتكون اهاني للكارير تبعي بالبراول انت مهان اصلا اشتغل يلا يلا بغير الشريعة برو بروك غير غير والله والله انك كفو هزلنا على حالك وش عندك شخصية اصلا الحين انت اسطوري صح؟ ليش انت لو بتروح ميج بتكون مريض بزيادة رواي تمام ليش؟ لانه ميج كتير قوية حاليا لا تلعب فيها ايش في غير ميج ما في غير ميج هي العب فيه روح سبايك روح سبايك روح سبايك روح سبايك روح سبايك انت تحب سبايك صح صرت سبايك من اول ما بديت اللعبة وفعلا سبايك روح سبايك روح سبايك تك قوي قوي مرة سبايك اخذ 7 بوفات سبايك ما تلمس من سنتين انا اوريدي سبايك كاونتر لي ما اخذ بروك شل سبايك كاونتر لي بارلي اوكي ترى عندي ميج تنسيت عندي ميج يعني بتلعبها بالخباثة بتنشق ابي احس بشعور الانتصار لو ايج بعدين مين قال لك بارلي يفوز سبايك انا لا البارلي لازم يكون عنده عقل ايش قصدك ابي قصدي اني بفوز عليك يا اخي والله لو اي شوف والله اني انا لعيب تمام بس انت تلعب بنفسيتي اقسم بالله هذا الشيء شفته يعني مش بس ببراول باي لعبة تاني انت تلعب بنفسيتي فانا اصير فاشل باللعب اوكي وبعدين اسأل نفسك قرب بس انا اوفر تايم بعطيك سوبر مستحيل تستنى الاوفر تايم لو اي هاي اسمع ادمنة حياة كيف قاعد تصيبني التلقى اصلا هاي 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 لو اي والله والله انه انت هضف بس لعب نفسيتي ما ادري كيف واي باد وحاله يا اخي ايش دخل ايباد انا ما قاعد استفيد من الايباد قاعد العب ضد مريض ليش قاعد تدني بعد؟ لانك قتلتني فانا افوز الجيم لانك انت كسرت القواعد ادلف 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 قاعد اجيب قاعد اجيب هيل ما قاعد اجيب دمج كروماتيك عندي مليون شيء بس خليني اغير انت اخر شخصية صح؟ وده وصى ملون ذا أسوأ فيديو تحدي نندرات لعبته بحياتي واضحة الشخصية اللي باخذها وريني الأغلب بيروح لو أو روس هذا اللي بعرف عن لو أي ايش دخل روس في الموضوع بروح شخصية صار لا لو أي لو أي لو أي بلاش لو أي بلاش لا 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 شخصية صار ثانية ما عرفتها بس أوكي لو أي ايش ذا ايش ذا مختاره خذ بروكن عشان... اكثر خذ بروكن اكثر يا قلبي خذ بروكن اكثر هي ارتي ارتي مو بروكن ارتي مو بروكن قاعد تلعب بول ليجن ارتي صار له 7 سنوات ما حد اختار في البرو بلاي وين ترى بالبطوله لعب مليون مره تبي تي اس ال نو لا الحمد لله عندك تاخير كنت لو صايبني ميت اي والله ضربتك في شاشه بعرف دريت لو اي اصبر يمكن اعمل رومنتات ثواني خليني اركز بالجيم في شباب لا لا انا ما ابي العب ما بدي اشك مره ثانيه فيديو لي كل زي طبعا يا شباب وصلت للمرحله الثانيه كان لعبي حلو قدرت افوز عليه بشيري ولكن خسرت باقي الابطال بس امشي المرحله الثانيه بالواسطه ما 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 واسطه مو واسطه ما عندك دليل تكفى لا تكفى لا ايش ذا ايش القرف انتي جود جيمز
قاعد تسلك تراك، وانا ادري اني حنسب، يمكن ده اخر فيديو بعد التحدي، اوريدي خلصت اللاعبين اللي اعرفهم. كانت نايسه، كانت خاتمي سيئه كثير يا شباب. اشكرك لؤي.